معي عبر الهاتف من بغداد محمد عبد ربو النائب في البرلمان العراقي عن مدينة الموصل محافظة نينوى. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا هم عائدون، ولكن إلى أي درجة مهم جدا ويدل على إخفاق الإرهاب في تدمير النسيج الاجتماعي ما يحكى عن ما يميز المدن بالتعايش مع بين مسلمين ومسيحيين؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام. أهلا وسهلا. الكل يعرف أن داعش هو منظمة إرهابية كانت تدعي الإسلام، لكنها كانت تطبق ما يشاء لها وتحرم ما يشاء لها، كانت تطبق على المسلمين وعلى المسيحيين وعلى اليزيدين وعلى الصابئة وكل الأديان اللي موجودة في العراق ما تراه مناسبا لها ولفكرها، وتحرم ما تراه غير مناسب لفكرها و لعقيدتها. لذلك هم لم يكونوا يمثلوا دينا واحدا، كانوا يمثلوا دينهم الخاص بهم. لذلك الإسلام لم يكن جزء من داعش، وداعش لم تكن جزء من الإسلام، باعتبار أن كل الأديان كانت متعايشة في العراق وفي نينوى. لم يحصل أي اعتداء سابق على أي دين من الأديان من إخوتنا المسيحيين أو اليزيديين أو الصابئة، كنا متعايشين أحب نسكن جيران في منطقة واحدة، نعمل سوية، نذهب سوية، نسهر سوية. لكن هؤلاء هم مجرمون، تعدوا على المسلمين قبل أن يتعدوا على المسيحيين، وتعدوا على المسيحيين، وتعدوا على كل الأديان. كما أسفت لهم دينهم الخاص، لهم معتقدهم الخاص، لهم إجرامهم الخاص، أجرموا بحق كل العراقيين. لم يستثنى أي دين أو أي مذهب أو أي قومية من أرهاب داعش. لذلك التعايش مطلوب، وأنا أعتقد أنه بدأ التعايش وسيبدأ وسيستمر، وسنعود كما كنا في السابق. بدأ بالعودة يعني. اليوم نعم، بدأ بالعودة يعني، لطالما كان موجودا حتى وتحت احتلال داعش. هذا ما حاول هو التعويل عليه ولم ينجح. نعم بالضبط بالضبط. داعش حاول أن يفرق، حاول أن يرسل رسالة خاطئة عن الدين الإسلامي، لكن كل الأديان تعرف أن هؤلاء داعش هم إجرام، هم مجموعة مضللة للإسلام، مضللة للإنسانية. ولذلك كانوا يحاربون التراث، كانوا يحاربون الإرث، كانوا يحاربون العلم، لم يتركوا شيئا إلا حاربوه. لذلك هم مجموعة إجرامية، ولذلك التعايش موجود ويستمر، وأخوتنا المسيحيين وكل الأديان الأخرى بدأت تعود، وستتعايش في نينوى وفي الموصل متحابين كما كنا في السابق. نعم. هل ممكن أن نعرف من حضرتك سعادة النائب معلومات أكثر فيما يتعلق بالعائدين، إن كان بالأرقام أو جهوزية الموصل لعودتهم؟ يعني الأخوة المسيحيين هم متوزعين في كل أنحاء الموصل، في الجانب الأيمن، في الأيسر. هناك بعض المناطق التي يقطنونها وكانوا هم غالبية، مثلا إذا نتكلم عن منطقة برطلة، منطقة الحمدانية، تلسقف، باطماية، هذه المناطق هناك عودة كبيرة لهذه الشخصيات، عودة للعوائل. هناك أيضا عدد كبير لا زال خارج هذه المناطق، كأرقام محددة 100% لا توجد لدي بالدقة، لكن آلاف العوائل عادت إلى الجهة اليسرى، تحديدا من الجانب الأيمن أكثر من الجهة اليمنى، على اعتبار أن الجهة اليمنى لا زال هناك فيها عمليات تدمير، لا زالت لم تنظف لحد الان، من رفع انقاض وتوفير خدمات. اهم ما تم اعادته حتى الان في الموصل بالايسر فيما يتعلق بعوده النازحين وجهوزيته، اهم ما تم العمل كان كاولويه يعني، ممكن الحديث عنه كانجاز يعني حتى لو بالمرحله الاولى من اعاده الاعمار؟ نعم، في مناطق التي تخص الاخوه المسيحيين، كانت هناك منطقه برطله والحمدانيه هي من اولى المناطق التي تم إعادتها والسيطرة عليها، وتم تجهيزها بشكل كامل من ناحية الخدمات، من ناحية الأمنية، من ناحية الكهرباء، المياه، فهي جاهزة 100% إلى العودة. وعاد عدد كبير من عندهم إلى هذه المنطقة، وبدأت تنتعش هذه المنطقة حتى من الناحية الاقتصادية أكثر مما كانت عليه في السابق. كذلك منطقة برطلة نفس الشيء، هناك منطقة تلسقف لا زالت الحياة لم تعد عليها بشكل كامل، لكن الجانب الأيسر دائما هو حتى من بقية الأديان هو أكثر ارتيادا للناس، وأكثر ازدهارا من ناحية الأسواق ومن ناحية إعادة الحياة الطبيعية أكثر من الجانب الأيسر. أنا أشكرك جزيلا. من بغداد محمد عبد ربه النائب في البرلمان العراقي عن مدينة الموصل.